بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، آل ياسر أسرة كريمة طيبة مباركة، بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحت العذاب بالجنة. كان ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم عمار بعد 34، وكانت سمية أم عمار واحدة من السبعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم بمكة في بداية الدعوة الإسلامية. تقدم محمص الديربن إلى الجالية الكريمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأطيب التمنيات، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بكم في محمص الديربن الواقع على 6617 شيفر رود، ديربن ميشيغان 48126، 313-584-7700. عذب المشركون الضعفاء من المسلمين، ومن بينهم أسرة ياسر، فقد ألبسوا دروع الحديد وصهروا في الشمس الحارقة. صمدت الأسرة تحت العذاب، صمدت سمية الأم العجوز متمسكة بدينها، صابرة محتسبة أجرها عند الله تعالى. وحين سألها أبو جهل وهي تحت العذاب: أرني إلهك هذا الذي تعبدينه، ردت عليه: إلهي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال لها أبو جهل: لقد سحرك محمد، فردت عليه قائلة: لا، لقد هداني إلى النور. فقتلها أبو جهل، وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام، وكذلك قتل المشركون زوجها. وكان الرسول الكريم يمر على أسرة سمية وزوجها ياسر وابنهما عمار وهما يتعذبان، ويقول لهم جميعاً: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. رضي الله عن هذه الأسرة الكريمة المبشرة بالجنة، رضي الله عن عمار بن ياسر وعن أبيه ياسر وعن أمه سمية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.